قيد مستعدين نستضافوه، نحن نسمع هو الرأي والرأي الآخر، عندنا قضية رأي عام، ما أنا حاكمين قيد عن يطلع، قيد أي وقت في يطلع معانا يطلع معانا، قيد يام إذا طلع مع الأخ حمدها، هذا الآخر نحن طلبناه لأنه يطلع معانا، لكن نسمعوا نشرق الطرف الآخر في القضية، لكن ورانا هنا بكل حيادية ما نمثلوا لا محمد دبة ولا نمثلوا لا قيد، قيد نحصل منه كافة تشجيعاته في القضية لحد اللحظة، يقين نحن مولي ندوروا حد يمثل الرأي الآخر، والرأي الآخر نحن جبرنا قاعد اللي معني مباشرة في القضية. ما هو مهلو وهو أطفل هو اللي معني مباشرة في القضية، هو المعدل هذه العملية مع الأخ قيث، هو اللي لعات دين تعني هو، ولعات مولي معاملة ربحية تعني هو، لا نختار عيضنا الوليلة ياكي من الرأي العام حول هذه القضية وراعيني لا ينطلعوا لكم، لا الأخ مو ما ينحاز، أنا ما ينحاز، أنا نحترم القيث كيف تجعات بالقضية ونحترم ويقال نقل نشرك الرأي الآخر. محمد مش لي زمان محمد راني مشيت اذا ما اكسبت شيء مرحبا محمد ايش حالك؟ ما شاء الله لباس الحمد لله لباس الخير مرحبا يا لباس ايش صار فيك؟ شو ما سن وراك؟ بس الحمد لله ما شاء الله لا تعود سمعت في بدايه مداخلتي انا نحن قلنا عنه هون طرف محايد ما نمثل انت ما نمثل الاخ قيث عندنا بعض تساؤلات اللي يطرحهم الرأي العام الوطني والمحلي إمام قضية انتقل الشور قضية رأي عام حول هذه القضية طبيعة هذه القضية المعاملة اللي خلقت بينك انت والأخ قيث هاي الوثيقة اللي صدرت عن الأهل اللي صادرة عن نوتساب شنو هي هو اسمه هاي العلاقة اللي لحقت من مستوى اللي تخول قيث لأنه يمشي يعطيك 15 مليون عدوعات ما أرد بواحدة منهم تقنع لأنك تمشي بها هذا الموقع اللي كنت انت تزور في هذا النشاط القطاع التجاري شنو هو اسئله من بين اخرى نختاروك تجاوب عليها بكل مصداقيه راي عام حانيه بس نبدا مع اولها نحن ندور تقول لنا طبيعه المعامله اللي خلقت بينك انت والاخ قيث شنو هي السلام عليكم مرحبا بك مرحبا عبد الله شفت بدايه الروايه طلعت انا لقيت شفرت على سناب وعندي منصه الكترونيه نشري منها التجاره ونبيعها في نفس الوقت وندور شخص يخش يدخل معايا كشريك ووفي المعامله يجبر فيها ربحه ردت عليه وقال لي كنت ندور عنده قاعد يخش معايا رقاش قال لي ادخل انا معك ادخل معايا شرحت له قضيته اجبرته متقبله ويعرفها قلت له ذي اللي خاصة من الفضانة ما نعرف كم لين نطلبوا لك ايه تعطيه لي اعطاني دفعات ثلاثة الاساس ربح ما قصد اساس ربح لين قبلت من عنده خشيت انا في المنصة كملت العملية اللي يلا نعدل اللي يلا نشري زادوني بمعاملة اخرى تطلعت لهم وتهانوا ولا وتغير كلامهم معايا لا تاهم تعاطين معايا وعقب اختفى جيت صديت الى الطفل اللي مدخلني في المنصة من عند الراس اللي هو حاضر معاملات عدلت كاملة وحاضر كلامي المعقيد قلت له انت دخلتني في الاصل في المنصة الاساس انك تعرف من الارض الواقع وعندك كلام معاهم ورا ظهري انا ما نعرف ما نسمع ظهرك الناس اللي قبل الفضاء الناس اللي تعرفهم انت اللي تتكلم معهم لان تعرف ذاك اللي يتعدل معهم قلت انا قص العم عرفت هذا اللي نباشر به شنو صدم من القضيه ولا اتوقعها خرص الطريقه اللي نشكو بها الناس ونبلوك كونتاتهم في اقرب وقت بلوكينا كونتاتهم بامر من وكيل الجمهوريه بلوك وشكينا وقاس الجريمه السبرانيه وجبرت قيث رحت القضيه قلت له يقول لي عني دور فوتو قلت له عني انا ماني ملزم نعطي فوتو شو قلت عنك عن تسكتون عن هذه القضيه عنها ما هي قضيه دين عنها قضيه معامله ربحيه واضح قلت على انك لين وفات القضيه على انك انت ما انك ملزم بعد انك
تتحمل خساره لانها قضيه انت شو متعاملته على اساس معامله ربحيه. تقدر تعطيه تقدر حاني عبد الله تقدر تعطيه تقاسم معاه رزيه حاني. لماذا السؤال يطرح نفسه لماذا له لجؤوا للقضاء وفي حين ملي يتم اتفاق على هاي الوثيقه اللي فيها 10 ملايين على انها ترجع من فضة هي انتوما معتبرينها على انها قضيه معامله بنفسه وهذا وخسرتوا فيها وانتوما معترفين لا انت معترف لا انك تقاسم معها رزيه اللي خليك شنو هو هاي الوثيقه شنو هي اخبارها هاي الوثيقه قال عقيد على انها انتوما اعترفتوا بها على روسكم. لماذا انا حاطين 10 ملايين لماذا اعطيتوا 10 ملايين هاي الوثيقه اللي عندكم اللي صارت انا والدي ما هو ملزم يخلص عني يقدر يخلص عني وهلي ما هو ملزم يخلصوا عني ولا يسان لي الدين ماني ساري ماني راضى النادم داخل معايا قضيه كشراكه بنص نين خرجت القضيه ما معقول نعطيها نعطيه فوته نرفض انا الرزيه لماذا جبر 10 ملايين نقول لك تليفون للوالد جاب تليفون هو للوالد قيد تليفون للوالد جاب والده خاتوري يعرف الوالد وجاب والدته وطلع الوالد على سناب الواتساب قالوا انه لا ينحبس ناس يسالوا فيه الدين والفضة جهد مسلفه والته لا يتحكم ولا يصفر والد ساعة ما كان مصحح عنده مولي حالة صحية الاساس علاقة الوالد بوالده هو علاقة طيبة قالوا عنه لا يعدل يعطيه هو 10 ملايين ما تسأل ولا يعطيه هو قال لي يعطيه لا بشر ما هو أعطيها له كي ما أعطى فضلته الأطالية علاقة طهاله الأساس وثيقة النوتير قال له دي 10 ملايين أعطيها لك أو تعويض وتستعمل ملايين ليه تبقى من القضية نين ما تخلق عند الناس اللي يحاكموا هم ملزم بها هذا شفناه هذا شفناه في الوثيقة اللي وصربت وثيقة معدلة بالتراضي انت قيد من الفضة تلي تقلب تلي تبتزهم ولا يعدلهم ولا يواسيلهم ويوضح الحي والميت والمرأة والراجل ويخلط الناس كاملة ويدعي قريني اعطيني سؤال برضو حان شوي حان شوف انا نفسي عدر معه الوقت سرسوي تدخل انت حان شوي برضو اسمح لي عبد الله واحد طرفه ياسر من الخلق شنو شن هي شنو هي المنصة وشنو هو اسمها ذاك اللي جايينه حان لا نفسي انا ذاك المنصة جايها محمد انت هنا خلق رواية ثارها قيد ويوم اللي محل جدل لانك انت لانه اعطاك هذه 19 مليون بكل صاحبه ودير فيك ثقه شنو طبيعه هاي العلاقه اللي بينك تسقي انا قلت لانه يعطيك 19 مليون على درج دفعات ما رد فيها تخمه وانت ما بينك معاه تجاره بينك معاه لازم انا قيد مو صاحبي انا معاي عندي بيني معاه معامله والسبب انه طلعوا اصلا معرفه هو ما صاحبك بشكل مباشر ما بد انا قد يعود كابر معانا في الدار يقيل الصحبه وصاحب اخوي اكبر مني ليش الفرنس زين وداخل معايا بطريقه شراكه ربحيه ما واطيها وجبرته مقتنع بها هو من الاساس يعرفه زين هو شوف انا مدي فهم السؤال قالوا عبد الله يرك وقالتوا ناس كومنتات هذا كتيار موقع اللي كنت تعدل هذا نشاط تجاري شنو هو شنو طبيعته شنو اصله ايش سميت لي قصته هذا الموقع كما قلت لك قبل الاصل مدخلني فيه رجاج الى ارض الواقع قبام من يعني دخلته قال له نون مول خارج في الخليج قاعد جن ولو قمار موقع ما التحايل واهله انكردوا على ارض الواقع محبسه وعند العداله خلال شهر الله اقل من ذاك محاكمه مهم في المواضيب معناها عنه ما هو اكسبت ولا هو بيتكوين ما هو قمار حد بعد القمار مو شاكي من الرقاش حد عدل القمار مو شاكي من حد مو شاكي من الرقاش ولماذا ما اجبر 9 ملايين ما من معقول نرفد انا الرزيه ويجبر هو الفضه
الهدى التكاليف قضية اللي رهون موكل بها محامي ورد له ورزية ما يخ... ما ما هو معقول. أو زين هو سؤال طرحه قيد البارح قال علنا كلي نجيب أي دليل أي دليل علنك اللي بينك معاه ما هو زين علنه إعصار عن القضية غير سبب. نقول له أنا يجيب أي دليل عن الطها لي سلف ما هو ما هو عن طريق ربح تو كيف بساع ملايين الليلة ليلة نيجي يعطيني دليل واحد عنه جاء أعطيها لي سلف ما هو شراكة قصد من الربح نعطيها الليلة واضح. المسألة ما هو أنا واللي تعرضت للخداع ملف ذوقها واضح واللي نخدع فيه ما هو أنا وحدي ولا هو قمار ما هو ونكس بيت ما هو وينمار ما هو قمار معناها على نفسه حسب رأيك قلت سعدن قيث تخلي معاك جدو طول عمره خلينا متسلفين أنا تسلفين 100 مرة خلينا متسلفين أنا على بث محمد قلت عن العلاقة دي بنفسه والأخ قيث علاقة من أجل الربح ما هي دين شراكة عبارة عن شراكة وبينك تسوي الأخ قيث ما هو دين هذا قلت سعدنك لأنه 9 ملايين 19 ملايين اللي قال أنه ظهرك بيك اللي صاحبه لأنك ما نك صاحبه لأن أخوك كبر منك هو اللي صاحبه تعرفه بين رابي مع أخوك بينكم علاقة شوي وطلعت له الدور صيفة حد تزور شريكي مول لك دفع عليه تقبضها جديدة من هذا تقبض الموقع ما روح حق قلت قلت علنه مين يجيب أي دليل علن هذا دخلق بينك تو هو زين علنك تعطيه 9 ملايين الليلة حقبة دليل واحد عنه زين تعطيه 9 ملايين الليلة حقبة واضح. أو جزاكم الله خيرا رانا لو هاي رسالة كنا ندور عندك جواب عليها الرأي العام قطعناك جاوبت بشكل واضح بشكل عفوي ونحان الرأي الآخر يتكلم لعاد يبقى يطلع معانا هون يطلع اللي هو الأخ قيث يقعد مستعد يطلع معانا هون لعاد مستعد لمناورتك يناورك لعاد ما مستعد يعجبك يطلع معانا هون يدافع عن رأيه يدافع عن الرجال الأخ حمدها يطلع عنه ما لنا ما بين عنها أنت شاكرينك واضح لين خلوا الأخ عبد الله يقيم ذلك سنت ويقيم ذلك قال هو اسمه البارح ويعطينا وجه نظر حول القضية وعبد الله ما قبضناه هكذا اعتباطا أنا الناس قلت تقول علني ولا عمك أنت هذا كان عدو واضح يقيلان القضية ما تبنيتها أي طويل خطأ قلت عني ماني جايهم عني القضية ماني داخلها عند التراشيم عند المنصات ماني داخلها لأني نعت ما نعتبر طرف محايد تبدأ تعرف أنت وعيط لي عاقب ذاك مولي علني نتكي قلت نين أثار أخ حمدها القضية وأثارها عن طريق الرأي الآخر أنا أعتمر زين علني نضيلك تك رأي يعملني إن قال ذاك اللي إن قال ذاك رواية أنا في الموضوعية ما عندي مشكلة مع طلع قريب ولا طلع عمي ولا طلع أبويا مين عندي رواية موضوعية نار الرأي العام وشراك طرف الآخر ظاهر لي علنكم تسموا كم متابعين سمعت سير قال الأخ قال علنه هذا الأخ اللي قال له قيد لين يجيب أي دليل الليلة هذه فيه علنه بينه معاه معاملة ربحية المعاملة باط ما هي ربحية علنه زين يعطيها 9 ملايين ليلة وعسره مين تقول دين سالفي الليلة هذه يعطيها له عنه ما يصبح الصبح سالفي مين تقول ما هي دين هذا يكثر ملايين أعطات من الوالد لأنه كان في ظروف علاقات بين أسر إنسان هذا واضح محمد هذا واضح خرج ظروف وخرج وفاق ومد والمد وهو موتوم أخوته وتموا لا أخوته كامل قاعد لا ينكبروا حد عن السوشيال ميديا يعود كبير على السوق بعير أنا هنا سمعت رأيك تجزاك الله خيرا شكرا على طلوعك معانا الليلة شكرا على 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 إنارتك للرأي العام شكرا على شجاعتك تقبلك على أنك تدلي برأيك جزاكم الله خيرا ونزورك تخلي المجال للأخ عبد الله يعقب على قلت انت يعقب على رجال الاخ هو اسمه يقول هو قضيته يتكلم عن خطورة اللي قط قال ونكمل معاه البث ونقعد لحد امورنا احنا باطمونا. السلام عليكم ورحمه الله وجزاكم الله خيركم يا ما شاء الله تبارك الله الاخ محمد انا عندي هون ايش من الامور نختار نقول لك وحقيقه ما فيه عندي اي تلبس انا بالنسبه لي قد نعود في طرف محايد بالنسبة لك أنت وبالنسبة لقيث أنت من نفسك ما يستقربيك ما أنا أعرفك على أرض الواقع مع إني أنا من هل واذيبو من سكان واذيبو يقين ما أنا أعرفك على أرض الواقع للأمان وقيث ما أنا أعرفك على أرض الواقع وكاني أنت أول مرة تطلع معايا نطلع معاكم ذهية أول مرة نشوفك نهار إذا في المباشر عدلته في الهوتيل والله الليلة غير بالنسبة لي
أنا مستحيل عندي على شاب في مقتبل العمر كيفتاك أنت يقدر يقبض 19 مليون ويديرها على رقم إنه شاري شمل الأمور الوهمية وفي النهاية وقع في مصيدة عصابة. ودي حقيقة، ما إحنا ما لنا ما لنا ما لنا ورك حالنا ناكرين على إنك أنت وقعت في مصيدة عصابة. يا غير أنا بالنسبة لي من ذي التجربة اللي جبرت أنت، يلا أنت من نفسك في ذي المنبر توجه نصوحة للشباب اللي قدك أنت وفي سنك واللي هما من نفسهم يقدروا يعودوا يراعوا في ذي المباشر ورك حالا، وبذلك يقدروا يوقعوا في نفس الخطأ والله نفس المرحلة ويصبح إذا فيه ياسر من المشاكل وفي شيء ما هو صالح. وأنا بالنسبة لي ما فيه ربح يقد يعود حد يقبل 19 مليون اسبس ليشري بها بضاعة وفي النهاية يديرها في أنسيت ويبرتيها ويعود في النهاية ضحية. قيد يسأل فالتو، أنت قلت أنه ما يسألك، قلت على أنه دخل معاك شراكة معناه على كامل. هذا فيه ياسر من الخيوط وفيه ياسر من الأمور اللي ما لابد منه. معين قيد البارح أنا نصلت له في لايف على تيك توك قال على أنه ذي الفضاء عافيه جزاه الله خيرا من المنبر. أنا بالنسبة لي قد نعود لله حدني خرصكم كاملين جميع الأطراف. يقال هذا فيه عندي مثال ألف سؤال ما بتنت جاوبت عليها. الموقع شنهم تقد تعطينا لا سيت تقد تنعتها لنا، نحاولوا نحن من روسنا علينا نفهموا بعد قاع ذي رواية شنهي. لأن 90% من شباب موريتاني حالا دمرهم ذي انقالوا القمار أخلاهم، ولا أنت وحدك، أنت مالك أول ضحية للنوع من المواقع والله للنوع من 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 المراهنات به. اللي أنا من العود شفت هو البيع يمضى لا على أساس رواية. أنا عندي ذا أبو شفيا بيعوا لك ليسلموا لك وليتسلم لفلطو هكذا يقد يعود بيع. أما ذا الأخر كامل ينقالوا لا مراد بنضيات والقمار وشماه على الطريق. ها للأمانة يا عودوا أمينين معاه واضح يا غير مولي. في النهاية ذا الخلق خلق. أنا بالنسبة لي ذا اللي شايف على قيد اللي نقوله هون بذل من برده هو علن بما أن الوثيقة اللي جاتني راعيها عندي في تلفوني بما أنه هو دخل القضية ومشبوه وقبض 10 ملايين من عندها لك أنت ووقع على أنه ذا القضية لا يخليها حتى تبت فيها المحكمة. يلا قبيل ما يثيرها هو على ذا اللي قالوا وسائل التواصل الاجتماعي هذا للأمان. ومن ذا معناها علن أتفهم ألف سؤال ثاني شمع عجل قيد على 19 مليون جبر منها 10 ووقع والده نيابة عنه على انه ليه يصبر إنين تنحل المشكلة عند القضاء الموريتاني وذيك الساعة يجبر هو 9 ملايين. هذا مولي سؤال قيد يجاوب عليه. يا غير انت بما انك شاب وفي مقتبل العمر نختارك في اللي وقعت فيه انت تعود انت ناصح للشباب الموريتاني على انهم يبعدوا قاعة من الدين والله من المواقع والله من المراهنات اشبه. محمد عندك تعقيب؟ عندك شيء تقول على ذا القال الأخ عبد الله؟ ذا القال عبد الله واضح؟ اه الطريقة اللي وقعت أنا بها ما هو قدوا استدراج زين استدراج أنا عندي هون تياها استدراج أفهم أنت مولي شتنتم هون درت أنت لك والله أنت ووالدك وعمك بتونا هون تياها في دوامة إحنا في قنا عنها وليه نقولها لك ووضحها لك وليه تعود واضحة أفهم على أنكم أنت حالا قلت على أنك أنت استدرجت وأنت المستدرجك معاك في مدينة وادي بو في زرك واضح. زيد على ذلك جحدان اسمه هون ضارك في ذي المرحلة اللي تبيها. أنا بالنسبة لي ما 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 أنا مسؤوليسة تحمل أنا مسؤوليسة طلبني أنا شخصيا قال يعني ما أنت أنه وارد وتأثر من القضية وأهله ما يبقي. نحن ملي نحن ضد قضية قيث على أنه زج أسماء أسر والعائلات في القضية ما نقدم ملي نحن نتحول عن أنا ذاك لا 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 الأخ موجود تكلم. أنا ما هذا الشاب بالنسبة لي أنا حد اسمه والله قال له شيء عادي جدا لانه هو دار راسه وفي مرمى سهام ذي اللي قال له حيوان لدميه والله شي ما صالح. يقير بالنسبه لبوه بالنسبه لعمه بالنسبه لجداته بالنسبه لامه انا بالنسبه لي حد اسمهم ارتكب جرم وعدل شي ما صالح. انا بويا ولا نبقي حد يقول له كلمه وبذلك ما يلا نقول كلمه خاسره لبو حد والله ولا انت اللي انت
قيد ما تعاملت مع ابوه هو مشيت له الفضاء والله عمه والله خاله والله جده، تعود النهايه المشكله بينك تو عمه والله خاله، انت مشكله بينك تو هذا الشاب، هذا الشاب ذاك اللي بينك تو قد تاخذه بطريقه تبغى تاخذه بها، قلت تبني الشارع على الترقيم ما قد ينفيش، احنا ما لنا ضده. قال انا بالنسبه لي التجريح ما هو وسيله للدفاع عن النفس. شوف انا نقول لك الامانه روايه، انا محمد ما نقدر نقعد لفين انه يذكر اسم اي شخص قد يتكلم عنه ويقول هو من هو النار في الراي العام. قال انا شخصيا نقول لك شو اللي قال تصير يبقى عن المضرب القضيه محمد نعرف رجع عرف عن تخدمه يا خدمه على انه يذكر الاسم، يذكر الاسم انه شريك في العمليه يا واضح، انا ما نقدر نقعد فيه. ما سمعته قلت لك على انك تقعد تقعد القضيه ياك تو فيرفر زرفي كامل ومستعد انك تذكر اسم الاخر كان معاكم هو تقولوا لي انه ذكروا قاع العم نهار لايف. انا بعد شخصيا ما عبد الله ماني متكتم علي اسمه لك واه في الملف مولاني ذاكرهم هو المتهمين في الملف هو الملف هم اللي عند القضاء محمد هون نحن هون مكتبين مداخلتك هذه لا شاكلينك على ذا اللي قبولك الدعوة الليلة اختاروك تتم ذا اللي قبص الموقف قبص من القضية جازك بالأحسان ما شفناك تسكك ما شفناك تشيط فكرة ما شفناك تفاعل تتفاعل اللي خلق اللي ما هو إيجابي قلت لا ساكت إني ليلة مولي طلعت وقلت اللي ظهر لك في القضية ظهر لينه وقوا مع عبد الله ونطلعوا حد من تركيا ما أنت جزاكم الله خيرا. مرحبا شكرا. مرحبا 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 عبد الله بريني أو زين أنا هون الرواية هي اللي ما بقيتها والله ما هي صالحة أفهم منصة المجرم هاني المجرم حد كامل مجرم جحدان اسمه ما وعدش اشتهى الموريتاني الواساهم دائما في المشاكل لأنهم ما هم صالحين مع أدواتهم هو إنسان ما هو صالح يلا الناس كاملة تعرفوا يا كله يقعد متابق يقول لي أنا قد يقعد متابق خوك أنت قد يقعد متابق يقول عم واحد آخر قد يقعد متابق يقول لحد خلاص اللايف هو جرذومة للمجتمع يلا يبعد من الناس كاملة من أجل يلا الناس كاملة تعرفوا هذه حقيقة. زين احد من الشباب يدي محمد بابا قال عن الفرق لا 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 اخي مقبيل هو اول حد يمشي لي هذا خرصون القيد قاعد تقوه انه هنا تيها نطلق امه يطلع عمودي نار ترى العام يطلع عمودي هو زي سكلم محمد اسماعيل طبعا غير بالنسبه لي انا هو مات هو هو هي هو قضيته هي الاشكاليه عن هذا عند القضاء هو متهم على انه هو على اعلن محمد يقول انه هو مجرم ما يجي يقول اول ملف قضائي فهم روايه على ان العالم كامل عاد قريه وهذا اللي هامكم تعدلوا ما يجي صح وبا اكزيست والوساه ما يقدر يعود اكزيست اللي نقول لك قريني هذا منادم في مدينه صغيره ينقال الوادي واضح لك مدينه صغيره ينقال الوادي يقدر يعود حاله متبارك مع نفس الجريمه يعدلها غوله مده ثانيه لولا لانهم هو ما هون حالي هم هون صرحوا به وهو منهم لانه قد يدمر شباب ثانيين قد يدخل شباب ثانيين طريق ما يصالحه وبذلك حد قد يعود يعدل الخير قاع بذي الطريق ذا اياه على انه يكشفه هو للمجتمع ويكشفه للناس اياك تعود الناس كامله تعرفون. هو اسمه مش مش لي ضمان لين طلعوا الصحفي بلال عبد الرحمن بلال كيف الحال؟ أنا شحالكم؟ طبعا بلال كان من جماعة الصحافة جماعة الصحافة اللي حضرت كان جماعة الصحافة اللي بلال تحضرت فون حاجة للمؤتمر الصحفي اللي عقدوه منصتكم حضرت ونفترض
سمعت كلام الجماعه، سمعت كلام قيد البارح، سمعت كلام طفل ليله، اخترت تقول لي شنو وجهه نظرك في القضيه؟ شوف هو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جايه الاولى وخيرت مرحبا بلاد وخيرت الله السلام. انا ظاهر لي على ان قضيه واضحه ان تخلى في اطارها، في اطارها الطبيعي. هو مجموعه من الشباب دخلوا في موقع رهان الموقع، انا حسب اللي فهمت المجموعه من الشباب دخلوا هذه المواقع اللي دائما فيها الرهان وتخلى بين الشباب. واضح. واحد دخل موقع يدور فيه مجموعه من الربح، جايبوا له صاحبه حسب اللي قال، وقف وفضلته فرقت وفضلته فرقت، قال له تفر مولي اللي اصلا جايب له الموقع على انه يتسلف مع الصاحب. هذا يخلى بين اطار الشباب ولا يلط الناس الكبار في دخلهم. زي ما عندك تصرفاتك على المخرج الاعلامي. هذه قضيه عالم بيها تقريبا له درجه حد قريب من شهرين ولا زياده. يدخل في علاقة السلف وإذا عند الموثق وموجود وموقع معناها لو قبلت القضية مجراها القانوني يالطت وخلى في إطارها القانوني تحكم فيها السلطة المحكمة ذاك اللي يتحكم فيها. إدارة هذا الرأي العام مرة أخرى أنا ظاهر لي لأنه ما هو صالح. هذا من ناحية. من ناحية ثانية نحن كصحابة جينا يامس مدعوين لتغطية الشعب مؤتمر صحفي معدل تمد قالت لنا هذا يترد على الشمد. انا البارح يدعو تقريبا الساعة واحدة تقريبا دا يدعو اتصل هل سمعني؟ سمعك بعض؟ سامعني؟ سامعك بقى بلال واصل. قلت لك البارح لقيت حوالي 11 الوحده بعد والله واحده ونص ترسل علي رقم قال لي انا خو قيد قال لي خلني شي من الكلام خاص. انا قال لي ماني جاي فقط حدني جيت هنا قال وي زين زين قال ياسر الكلام القاسي من الصحافه البنكيين والنواقع قلت له تفضل قول لي جيتو جيتو قرار جزاك الله خير. ولا بقيت شي قلت لك بعض الكلام الخاسر ما انقال معناها عدن الناس ما ياسر ما يعني حد. هذه مشكله قضائيه عند القضاء بين اشخاص وفم مجموعة من الناس تتابعهم القضاء وفهم أمور طارحة للقضاء يدو معناها الناس الأخرى ما يعرف تدخل فيها ولا تتكلم فيها بيدي. كان من الأخ بلال اسمع على المداخلة لأن تخلص نطلع رقاب بين الوقت ما ترى منه ياسر طلع رقاب بلال فين عود غريني طلع الشيء هاي خلاص ماشين لدمان. اسمعت بلال اسمحونا أنا سامح لك أنا حاليا شوي أنا دليل قلتو أنا الناس يا الله تفهم عن ما يعنيه هذا ما يعنيه التصدير من ويديه قال القضاء القضية في مجراها القضائي قبلوا فيها القضاء لكن قبلوا فيه احنا ما أننا ما أننا مع قيد ولا أننا مولي مع محمد به اللي محمد ادخل رواية فيها شبهة ويكون رواية فيها شبهة شور القضاء والقضاء قابل إجراءاته فيها قانونية يا قير مولي أسرة محمد ما يعرف حد يسميه بيه إذا ما عنده فيه دخل زين زين أسرة غير ما يعرف حد يسميه بيدي مولي ده ما فيه هذا حق بعض وهم الشباب بينات معرضهم وكم كم ماركو موجود من هذه سنقالها تطبيقات والله تودين الرهانات كم من تطبيق اليوم فيه والله وعدل في الرهانات والناس ساكتة حاليا تتكلم عنه. ينين تخ
يخرج يوجد شوي يقوم العيال معناها احنا داعين بعد سلطات تطبيقات فيها الرهان يالتها تنضبط وتنعرف معروف هي شنو ولاعات مخالفة القانون وتوقف ولاعات مخالفة اشتعى توقف لا وشكرا معنا مدار لهذا هو شكرا شوف شكرا شكرا من أخ بلا طلع شيء ما هذه حق الله طلعه شيء ما ما مشي دمان شيء ما مشي دمان مشي دمان القرين خلاص بابه بابا يبان في شرف فيزا حد الدور يطلع مش لي دمان او لين وقف القضيه هون عبد الله لا تختم لنا شيء ما هاي ما طلع عسري شيء ما انا ما طلع عسري بس مش لي دمان طلعها لا يرحص رسمي اه راعي واحد من قبيل راعي واحد من قبيل طلع بعض قال عنده حاجات قضيه كامل هو عنده امورها كامل السلام عليكم وقريني انتش حالك ياك لباس ياك حسين عبد الله انتش حالك ما شاء الله تبارك الله انظر شوف وجهك الاخ انا بي سمحت كنت في الضوء طالب منكم انا راعيني داهد ونعود قريب من دبي خلط قاعه او قبل انا بطران دبي زرع الجيم من الله وتنعت نوجهك شوي وانا باطن راعي فيك من دبي المليح انا عندك حيثيات قضية دو تقول نوضح معكم نقاط لا مازال عليهم لبس شوي انت قرين واضح انك حيادي في القضيه تلقى حد سمع كلامه ويعرف انه هو من نفسه واضح انه بريء بريء كومبليت ما حد شافه سمع كلامه ايش ما واضح القضيه كيف قال تقبل نعدل عليها ذاك الاتفاق اللي شفناه ومسيني هنا وافق عليه والد قيد ومينوه عاد فيك طيع راس محمد وطيع راس قيد ما يطلب شيء يغيره فهمت؟ زين طلع على السوشيال ميديا ولهم طلع على شيء قضية واحدة من ياسر من القضايا يخرجوا في موريتان قضية هذا الاستدراج اللي تتلاعب وقضية تركب يضيعوا وضيع حياتهم محمد بالنسبة لي تفقرش اللي قاس عمو رد عليه قضية نوعه هون يهرب هو قاعد يقول هذا له هون ياك ان نعود ونستفاد منها وتعود تجربه للراي العام ويستفاد منها ثاني كامل لابد اولا الموقع اللي يتلاعب بالناس يلا نعرف اياك عاقب لا شفنا حد هم ويتعامل معاه ننصقوه المنصه ما نعرف شنو قال هو نور نور كذا منصه قال هو تضاحك حق وتضاحك وحيدياتها وتنعرف مراها فهمت؟ استدمت وتخالف ذي القضية وذطفل أنا بالنسبة لي هون اطفل استد محمد اللي ساكن في الوالد يعرفه على أرض الواقع هو بالنسبة لي وأكبر ذنب من قيد يعني لا افترضنا قاع من قيد أنه استدراج محمد باهنا وهذا كامل أخطر منه محمد وقنعه بهذه الرواية إيه محمد قبيل إلين إيه تدخل منصة تدخلها بمليون تدخلها باثنين تدخلها بثلاثة غير ما تدخلها مباشرة بذي لاصون مباشرة أكبر يلا تربح فيها قد شفت حد شرى منها التركي شرى منها شوسات شرى منها العال أخطر مليون ونرجع هون ونرجع إحنا نناقش الرواية هي الرواية وفات وكيف قلت انت على السوشيال ميديا اعطتها الناس اكثر من قد معظم 19 مليون وهو طفيل بريء انا طفيل ما انا اعرفه يقدر حسب واضح انه يشير يشير وبريء يقدر ياكل ولا يشير اكثر من محمد
هون لهل نرجع هون لهل تربية هي أهم شيء تربية. أنا معاك إنك تربي يقول لك إنه يحفظ القرآن وإنه ما يمرق دمسي يا غير أم اللي تربي تربية قد يتعامل مع العائلة خارج الدار بيدي وعند الثان زويتان يبدأ يتعامل مع ما تلاه محيط الأسرة يتعامل مع ذلك النوع ويعطيك تعود أم اللي مبينك مع ولدك من العلاقة ابني يرد عليك ما يشحد عنك بركريزون يشحد عن بوه ذا المشروع اللي فيه الربح لا تدين قيس يجي البوك لك يدينوا لك لا عاد تجاركم صالحة وذلكم من المال تبارك الله ما نمتعين محصلينه عن طريق التجارة إذا موقع فيه ربح اقعد مع أبوك وعمك والله عمامك وقول لهم أنا الموقع فوالا فوالا يدرسوهما يمولوك فيه والله يردوك عنه لا. ولا يأخذ دور اختصر منه شوي فردون لأن دخلوا واحدين فينا لعندنا لينوفا اختصر نقول الواي واحدة إن المنصة إذا ما يوضح اسمها ادراج محمد في الواضي بوعلى ارض الواقع لين ما ينعد موجود ملف عنده قضاء ما نقدر عنه مجرم ما نقدر نشرمه ما نقدر نشرمه لين ملف عنده قضاء ما تقع عنه مجرم جعاب محمد ما مصدقينها اسكت كونفرا شي ما يكشفوك الاوراق يا قريب ويا عبد الله يتم القضيه كل طرف معدل انه هو فيها مو علي انا قاعد كنت مسوي ما يعود يامس خرج مؤتمر صحفي في الواضي انا مسؤولين كاملين ما يعود خليك بيدي اعطى القضيه اكثر من ما بغيت تخلم بوش واكثر من 5 دقائق 6 تلوب يا غير بالنسبه لي نعطاها ما هبد المؤتمر الصحفي لو عدل يامس نعرف لمين خاصه اسمها لعد راح حد يدخل هنا نصبوا عنها جزاكم الله خير شكرا شكرا لكم لا يخرسوا حد شباب مدينة مدينه نوادي هم الفاعلين اللي هو بلال ميمو اخ بلال كيف الحال؟ بص انا وياك لاباس سمعت يامس ليش عوز لقاء قيس سمعت مداخله ثلاث خليله سمعت مؤتمر الصحفي ندور سلطنه ثقيله شوف القضيه نحن للاسف الشديد اللي خرج من المؤتمر الصحفي ما هو خاط خيط من كبه العدد تو ما خاط خيط من كبه نحن دا قعدنا رجاج يقول لنا منصه هذا ما هو الاندور يا اخوي شوفوا واضحين شوي قولوا لنا منصه قمار نعرفوها منصه احتيال نعرفوها منصه شير وبيع ما خارجه منصه لا تشري من عندها وتتكي عليك انا نشري من عند المنصات يقدر يجيبوا لي اللي كاليتي الاندور ما هم اللي يجيبوا لي يجيبوا لي كاليتي ضعيفه يقدر فاطي بعد راجل قلت لي وش ضعيف شوفوا انتم نحن ما عرفنا محمد يتكلم معاكم للأسف الشديد يبان ما هو كلام حتى وكلام منه قيدي حتى عاد قيدي اللي عنده مقنع عاد قيدي اللي عنده مقنع بدل محمد اللي عنده ما مقنع باش بعد انك انت قيد قال بثه لانه لين يجيب له محمد وثيقة عنه شريك معاه عنه فضل ما يدور قال محمد على انه لين يجيب له القيد وثيقة على انه هذا ما هو عملية ربحية على انه شريك معاه يعطيها 9 ملايين ليلة قالوا خلصوا الليلة ليلة هذا معاك فيه طبعا يقيد شوف هي علي بلال دقيقة فهموا الواحد فهموا على أهم الخارج احنا وين نعودوا لانتم واحدين في قال قيث وقال محمد هي ننظروا قيم لي الوضعية شنو هي بالنسبة لك كبيرة الوضعية هي رجال جاكم وقالت مع الوضعية قد يقيم نقولوا انا كذب بيعنا المنصة نحن ما عرف كان منصة تحتيات ويا راي ما هو ضحيت محمد وحده انا عرف مولى بوتيك حدايا زارق فيها 12 مليون ومشى قبل وبارد يقني تسوي منصه خاطر موجود ولا منصه ما هو وتكيد ما هو نكسبت انا اتكلم عن هذه المعاملات عند اسم خليجي ويجيبهم هون ممثلين ويسكوا على الناس وقضاياهم رايحهم عند العداله ياسرين هم ماني جاي اعلنهم خارجين والله مصدق حد ولا شيء تاذن المنصات موجوده يا رتسم تعامل معاهم يا رتسم حدود المراقبه وشاري من عندهم شيء وكانت من عندهم شاري 10 مليون ليله يقال وشاري شيء شاري بقى مو ما هو شاري انا اعرف شاري شنو بضاعة شو
هو انا شو خلاص انا اللي قدامك شو انا هذا نتكلم معك شو شاري هذه الكاميرا اللي شاري على كاميرا جاتني ضواية هذه وعدت عن البيت هي قال انا فاضي ما وقتت انا شاري منتج جاني منتج ما هو الاندور هاي عملت احتيال واضحه يا غير هو نحن ذا الشراء ما يقدم عنده مشاته 19 مليون في روايه ما عوض منها مليون والله دني هذا ما يقدر يشرب العقار 19 مليون قلت تمشي ما تجيك وتر والله تجيك رمبايه والله تركي والله سروال يا ما تصح هي المنصه تبور اصلا يخلقون نهار وهذا لوحدي جماعه اللي دخل 60 2000 2000 بالشهر ما تنطر ذاك الريهان ذاك يا من يقول لك ريهان عاطين 60 ريال هذا انا هذا جاوني قال انا تعطي 60 الف سنت طالك ادش 100 الف النهار 1700 مشوها لك ومشى ابراهيم هنا الله ياسر ريهان لا ريهان لا وريهان انت ما انت ما انك شاري روايه اسمع قريني لا تاخذ عن رايي العام انت ني تعود تشاري هو قال ان تجاره انت تجاره تجيك بطه انت تجيك بلايا انت قدرت قدرت انا قلت له نشري ابو شجيه خلاص بوش نفيا اللي اعطاني بوش نفيا هي المعامله الالكترونيه تشري بطاعه تعود ملكك انت تبيعها بنفس الموقع رواقي اخرين وهكذا هو الظاهر يبقى الحال انت لا تشري بضاعه نحن افترضنا انت شريت بضاعه البضاعه لشيء انت عاد لك نزلت على الموقع انا هذه اللي شريته شطبوا على الموقع قلعوا من الموقع ما دات عليه تسوى تساوي راسك تكون حول الموقع شنو هو اللي كان يعدل الاخر هو كان اشبه شو قريني هو كان اشبه يقول انه كان موقع مراهنات كان قال عنه مراهنات كان موقع يشتروا من الوتات ولا الطياير الثاني مالك نوع اسم الثاني مالك الثاني مالك ذلين قال قيد قال روايه قال عنه هو اتصل واعلن وطالع له دفعات ومحمد قال هم اللي اجبر على دفعات هي غير فهم روايه اخرى هي المخسره هذا كامل هم لا تقول له شيء يقول لك هذا ما هو مجرم هذا ما هو كذا يدخل في الجريمه السيبراليه يالتك ذي اللي احتال عليك انت تقوله هم كانوا شو قاموا يصاروا على قيد ما كان ما يقدر يقيسوا بقيد كان يقدر يقيسوا ذي الموصل لهم بقيد ذي الموصل لهم بقيد من قال عنه ما عنده علاقه بالمنصه من قال عنه ما هو شريك في المنصه من قال عنه ما اصحاب الرفضه هي الروايه الثانيه مالكي جم رواية هي الكارثة الكبرى وهي اللي ما تحارب الدولة لا تعود كارثة المنصات موجودين كاملين مازال ولا فيهم شيء تقيّر قال لك واحدة تفتح بين 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 التداول والمنصات عن هذا شيء قاع معروف على مستوى هذا يقال شو هي تفتح هي تنفر واحدة اليوم شو ذاك التداول نحن فيه كاملين أنا فيه وفيه الشباب وفالتك تدخلك يقال تقدر تبيع تحت وتقدر تبيع طالع يقال أنت مالك مرتزي شيء أنت فالتك لا تشري عمولات ولا يتبيعهم ما قد حد يتكي عليك الاخ بلال انا جزاك الله على المداخله ونخرج سكان معاذبين لنا ساعه جزاك الله شكرا 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 عبد الله لا تختم من هذه القضيه وانا لنا ساعه عندنا شوف انا اللي نختم به اللي نقوله اللي نقول له الموريتاني كاملين بدون استثناء لان كل اللي عنده ول واللي جاد عليهم ولانا بنعمه يقيدها بالحمد ويرى بيولوا على القيم والمبادئ يعرف علن الفضاء من تعود حرام دائما ذاك اللي يكبر بها كامل عود فاسد للأمانة حد عنده فضاء جاد عليهم ولانا بنعمة يدير ولو في لبون كونديسيون ويربيه تربية صالحة زيد على ذلك هاو تلفونات كارثة حد ما يقبض كل دار كل أسرة تجبر عندها 10 شاشرة والله 5 شاشرة والله 4 شاشرة مصيرين على 20 تلفون هما ما يعرفوا دي تلفون ولدهم اللي يعدل به شنو شوف هما يدخلوا بها المواقع الإباحية هما يدخلوا بها مواقع القمار هما يدخلوا بها مواقع المراهنة هذا يا المجتمع حد يبقي يولو والله يبقي ربيه ما يمشي ويشري له قنبلة موقوتة ويعطيها له ويدير له كونكسيون هذه هي رسالتي نختار قيث يعتذر للناس عن ذاك الكلام البذيء القال ونختارهم هما اللي لعاد قيث يسالهم ذيك 9 ملايين ينين يكردوا المجرمين يخلصوها 9 ملايين ومرحبا وسهلا جزاكم الله خيرا شكرا لكم شكرا لمتابعتكم لهذا البث الليله ورانا نحاول كان نعود على اكبر قدر من الحياديه ذاك ودي رقم نسبنا جزاكم الله خيرا